تعلم قيادة الجيش المواطنين الكرام أنه بات بإمكانهم اعتباراً من 27 من تموز عام 2020 إرسال جميع معاملاتهم وطلباتهم الإدارية، لا سيما المتعلقة بالمدنيين، المتقاعدين، عائلات الشهداء، معوقي الحرب وجميع المؤسسات الخاصة عبر ليبون بوست، على أن يتم في وقت لاحق الرد على المعاملات بواسطة البريد نفسه ومن أي مركز على الأراضي اللبنانية.